مرحبا. شمس أيار بتعلم على البلاط، هيك بيقول المثل. رح تكون الأرض على موعد مع أطول خسوف للقمر من سنوات، واللي رح يستمر لساعة و43 دقيقة، وذلك ب 27 تموز المقبل، ورح يقدر يشاهدوه سكان منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا، الهند، وأستراليا، وشرق أوروبا. وأكيد رح ينطروه هواة الصور الفوتوغرافية ليلتقطوا أجمل صور لهالحدث اللي ما رح يتكرر إلا بعد سنين عديدة. بالعودة لطقسنا، ربيعي حار عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب كتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية عم تأثر على مناطقنا. الحرارة مرتفعة فوق معدلاتها السنوية بأكثر من 6 درجات، الرطوبة منخفضة، البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 23 درجة. اليوم طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة وغطيتها كثيفة على الجبال بفترة المساء. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 510 ملم، السنة الماضية 605 والمعدل العام السنوي 817. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 23، على المرتفعات 20، بالبقعة 16، والأرز 14 درجة. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية مثل رحب 32 درجة، التل 35، 22 درجة بالأرز، أرطبة 23، 30 درجة ببعلبك، برمانة 32، بيروت 35، والنبطية 31 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 30 و50%، حرارة سطح الماء 23 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون شمالية شرقية. كيف رح يكون طقسنا اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار الجمعة بتتراوح بين 23 و35 درجة، السبت بين 23 و34، والأحد بين 22 و33 درجة. بنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ مع الكويت 36 درجة، دمشق 32، وعمان 32 درجة. مثل ما بنلاحظ بمعظم الدول الأوروبية بترتفع درجات الحرارة تدريجيا أكثر من 7 درجات بين الفجر والظهر، لا ترجع تنخفض مساء. مثلا درجات الحرارة بروما بتتراوح بين 14 درجة صباحا وبترتفع ل 23 درجة بساعات الظهر وبتعود تنخفض مساء. أما بلندن بتتراوح بين 10 درجات صباحا و17 درجة ظهرا، لا تعود تنخفض خلال الليل. أما درجات الحرارة المعتمدة عالمياً فهي بساعات الظهر. لهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.